لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. ختاما لحالة الليلة وضمن سلسلة بلاتور سيري سيجنتشر الشهرية توب 5، موضوعنا هو أفضل برجرز لبنان. بالإذن من السوشي كل المؤشرات بتقول البرجر رجع الموضة وبقوة، ومش بس بلبنان وإنما بكل العالم. هنالك توجه عالمي اليوم لتصحيح صورة البرجر ليصير طبق صحي ومش بس طبق مربوط بالفاست فود او الاكل الغير صحي. بلندن مثلا صار في من سنتين يوم وطني للبرجر، كل سنه ب 27 اب. بالسعوديه بحسب دراسه محلات البرجر بالمملكه صار عددها اكثر من عدد الصيدليات. وبلبنان اليوم في ظاهره المحلات المتخصصه بالبرجر الجورمي، يعني البرجر الغالي اللي ممكن يوصل سعره ل 30 او 50 دولار اذا مش اكثر. توب 5 لبنان مع رواد حبيب من غرفه العمليات. مساء الخير رواد. بونسوار زفان. برجر شايفك نصحان، شايفك نصحان شوي عاكل البرجر او لا؟ صار لي جمعتين باكل برجرز، يعني ما بقى فيني اشوف برجر. ماما ممنوع بقى تطبخ برجر بالبيت. برجر از باك، بس مش عنا بقى. يعني هلا بهالتقرير رح تكتشفوا كل انواع البرجرز بلبنان برات بيروت. يعني مؤخرا شفنا انه البرجر رجع على الموضه في محلات مثل يعني اشهرهم هن الماكدونالد وبرجر كينج، فتحوا فروعها بشكل كثير هائل من هالسنتين. يعني برجر از باك، برجر صارت شيء صحي، يعني حسب اخصائيه التغذيه فيها كل البروتينات والكاربز والالياف اللي لازم ناكلها. فصار فينا هيك نلطف هالبرجر وندخلها باسلوب حياتنا اليومي. وانا قصدرت وبرمت وخليتكم تكتشفوا معي توب 5 برجرز برات بيروت. خلونا نكتشفهم بهالتقرير. لما تجوا على شوف بتشوفوا الطبيعه الحلوه، بتزوروا المغاره، بتاكلوا اكل طيب، وكمان بتشوفوا صبايا مس شوف. صبايا وين فينا ناكل اطيب برجر؟ مس شوف. اعلى مس شوف. اعلى مس شوف. بنظرك اطيب برجر؟ بالبيت بشوف. جبلية قح بالبيت. هلا البرجر مش من الشوف ابدا، بس نحن بنعملها على طريقتنا، بس نحن اوبن بنعملها على الصاج. رحلتنا تنلاقي اطيب برجر بلبنان عم بتكمل، وصلنا على زحله. شو بلان برجر اطيب واحد؟ اولويز اولويز عن برجر. ناخذ الاولويز همبرجر العادي بس هيك. فاذا البرجر صارت جاهزه، بميزه هو كثره الصوصات اللي حاطينهم، واذا في حد ما يزمر بقى بكون كثير منيح. حاطين خردل، حاطين مايونيز، حاطين كاتشب، والخضره حاطين بندوره، ملفوف، يعني خبصة، بس خبصة زحلوية وكتير طيبة. محطتنا بالصيدا عند بيجر برجر. بيجر برجر عم بيتحدى الناس إذا بيقدروا يخلصوا البرجر تبعهم. مثل ما شايفين وراي، dare to ask for، تجرأ واسأل عنا. أكبر برجر صارت جاهزة، بس نحن مش جاهزين لأكبر برجر. يعني على الترويق الصبح ما بعرف قد ايه الواحد في ياكل هالكمية الكبيرة من اللحمة والخبزة والخضرة. عتمت الدنيا وبعدنا عم ننبش على اطيب برجر بلبنان. وصلنا على البيدوز، ما شايفين السناك اللبناني. شو اطيب برجر؟ هذا برجر، بس اطيب برجر البيدوز. اوكي، بيدوز البرجر الى 5 نجوم على 5. خلصت؟ كل هاي؟ هلا صار وقت ناخذ بيوتي شوتس للبرجر. خير من
صاروا من 83 محافظين على سيستم سناك اللبناني بيعملوا برجر. يعني برجر اكبر منه دان وما دار مين يخبر برجر بلوزر بنرتايله كتير 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 طيبه. فكرونا عم ننبش على الذهب بس لا نحن جايين ننبش على اطيب برجر. اهلا وسهلا بسور عند كلاود 59. أهلا كيفك؟ زبان عم بيسألوا عنك. زبان وينك؟ So good. Cloud 59 عملوا برجر حجمه مناسب وكبير، الصوص فيه كتير كتار، الجبنة فيه كتيرة وخبصت واكلت وما فيني اقول لكم قد ايه طيب هالبرجر. خلونا نحكي بعدين، خلونا نكمل اكل. حكي عفوي تشهينا خمسه برجرز هلا دقنا كثير واكلنا كثير برجرز بس هول توب 5 برات بيروت. حبيت قصدير اكتشف شوي مناطق شوف انه انا. طب شو اكثر شيء هيك فاجئك بعالم البرجر؟ انا كنت افكر انه في برجر وحده طلع فيه عن جد كل واحد بيعمل برجر على طريقته، كل منطقة بيعملوا البرجر بطريقة يمكن بيتسلوا شوي بالصوصات بالخس بس انه عن جد ولا برجر دقته مثل التانية. هلا نحن بس لازم اعترف انه نحن البحث عملناه كمان ببيروت بس وبلشنا ورجعنا قلنا انه اذا يعني اذا بدنا نشمل بيروت بده يكون هيدا الشيء على حساب برجر المناطق وهيدا الشيء ظلم يعني لانه بيروت فيها محلات اكثر وفيها محلات بركة أطيب بقى لنا خلينا نقسمهم بنعمل للمناطق أحسن ما ينظلموا برجر المناطق وهيك رواد بيتسلى وبشوف وبينصح أحسن ما يكون هو الجقل بيناتنا ورح نعمل واحدة تانية عن بيروت لازم نصور بقلب بيروت شوي نشوف هيك هالفايب بيروت الكبرى يعني الفايب تبع الايتيز يلي بلشت بلبنان مع البرجرز ببيروت كيف بلشت كيف او هلا لا بدنا نعمل وحده هلا ذا موست ترندي برجر بليس ايه يعني اكثر محلات هيك اللي يعني المشهوره اليوم بالبرجر وبكل المستويات يعني البرجر الفاست فود وبنفس الوقت برجر جورميه وبنفس الوقت البراندز اللبنانيه اللي عم تطلع عليها بالبرجر صح فاذا حدا بيعرف برجر كتير طيبه اكتبوا لنا على تويتر زافان وين اكلين اطيب برجر ببيروت نروح نصور وندوقها ونجربها ايه وفينا نعمل دميكنج كمان على السوشيال ميديا ليش لا؟ وفينا نختم لانه خلص الوقت جبت لنا برجر معك او لا؟ يلا بعدين بالباك ستيج